مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، تقدم مستحق الشوط الاول للنادي الاهلي. ده اكيد طبعا، والحاجه كويسه في الشوط ده ان في حرس هدف بدري، صح، وهدف تاني. بس شوط يعني شوط غريب شويه، يعني شوط غريب قوي. الداخليه بيلعب ان هو فاتح الملعب قوي، معرفش على يعني معرفش على اي اساس، يعني اديني اماره انك تبقى فاتح الملعب قوي كده وبتلعب النادي الاهلي، ما وجيت لك هدف، والتاني برده نفس الكلام. لكن الهدف اللي هو جه غريب قوي، هدف اللي جه الداخليه برده مش حلو بالنسبه للدفاع النادي الاهلي. لكن لازم يبقى فيه هدوء شويه كده. انا حاسس ان الشوط سريع قوي، مساحات كتير قوي في الفرقتين، يعني حاسس ان الشوط مش طبيعي. عارف لما بتتفرج على شوط مش طبيعي فعلا، سريع قوي وحماسي قوي وريتم عالي قوي واخطاء كتير قوي هنا وهنا. هو يخطئ زي ما هو عايز ويعمل ريتم زي ما هو عايز، انت لا، انت لازم تكون بتضغط كويس قوي، تمسك الكره في هدوء شويه، في تمرين من رجل للرجل، توصل للمرمى سهل جدا. يعني الشوط كله طبعا نجمه كريم، اكيد طبعا كريم فؤاد مكمل في التالق بتاعه. صحيح. زي ما كان اسامه بيتكلم ان هو بدا اساسي هيبقى كويس، ولا بيبقى زي الاحتياط اللي هو كان يفرق. ممكن يجيب كمان جول كويس قوي، بس هو صمم ان يحطها في حته معينه، هو بدلك فيها بس هي جت في قام من بره مش من جوه. لكن انا ما بتكلمش على الفرصه، هو بيحاول وكده، واكتر واحد بيتحرك في اماكن خطر جدا، ودايما الداخليه عندها كارثه بين محمد نجيب ومحمد خليفه كبيره جدا. لو استغلت ممكن يبقى 3 و4، لكن في بعض اللعيبه مش في حالتها، في بعض اللعيبه بتادي على قد المباراه. يعني من واضح ان الهدف اللي جه بدري وهدفين الجون بدري دول هدى الاداء شويه، لكن اعتقد الشوط الثاني لازم اسرع من كده شويه، ضر الهدف الثالث اكيد. صحيح. كابتن اسامه، الهدفين المبكرين ادوا ثقه شويه للعيبه النادي الاهلي، وهدي الريتم شويه، او هديت الرغبه بعد هدت الرغبه بعد الجول الثاني. هو الريتم ما هديش يا ايمن، واضح جدا ان مستر كولر من الماتشات اللي فاتت والماتش ده عايز يخلي الريتم على طول سريع عالي. جدا ايقاع عالي جدا، بحيث ان الفرق الثانيه ما تعرفش تاخد نفسها زي ما بيقول، ما تخشش في الاجواء. انت بتشوف سرعه الدوري مثلا الانجليزي، سرعه أي. بس في فرق بين السرعه والتسرع والسربعه، انا بقولها عليها سربعه. انت بتعمل يعني مستعجل انك توصل لمرمى رضا السيد، في كل لمسه ثانيه لازم تروح قدام لمسه ثانيه، فتحس ان الماتش متسربع ورضا شحات عايز يضغط زي ما علاء بيقول، فاتح ديفنسه جدا. اولا هو انا شفت ماتش الاتحاد والداخليه، هو كان بيلعب 4 ورا وخمسه في النص، وحسين رجب بس لقدام. النهارده عامل حاجه غريبه جدا، مدخل الان كيامبادي جوه مع محمد خليفه ومحمد نجيب، بيلعبوا ثلاثه وعبيد السيد ده باك ليفت. والغريب ان سمير فكري ده اصلا لعيب وسط مهاجم، جايبه باك رايت. اولا عنده بطء كبير في ناحيه الباك رايت، سهل جدا يعني تعدي من اختراقات، فهو بيلعب براس عايز يعمل بنفس ريتم الاهلي، والاهلي برضه ماشي بريتم سريع جدا. الاهلي الشوط الاولاني ده لو في شويه هدوء الشوط ده كان طلع 6، يعني من رغم ان انا بقول لك في تسرع وسربعه كان ممكن يطلع 6، ومع ذلك فحتى في السرعه دي او مش السرعه، التسرع ده الطبيعي انك تضيف على الاقل هدفين او ثلاثه تاني، واحده بتاعت كريم فؤاد، واحده بتاعت شريف، واحده بتاعت كريم فؤاد تاني اللي عطاها بالراس، وهو طبعا افضل لاعب في اللقاء، وافضل يعني كل كره خطر في النادي الاهلي كريم فؤاد اللي عاملها. صحيح. الجونين الاولانيين، الكره اللي اتلعبت له عملها براسه، الكره صلحها لشريف، يعني الكره اللي عملها لنفسه في القايم، لو هدي شويه. ما انا بقول لك في تسرع زياده عن اللزوم، فلازم يبقى في شويه هدوء، لانك ماشي انا عايز اطلع بالريتم عالي قوي، بس في وقت انا جايب جونين في اول 5 دقائق 3 دقائق، اسيطر شويه واستحواذ. حتى مجدي قفشه وبرونو سافيو تحس ان هم مش قادرين يلعبوا من كتر السرعه، لان ده مش ريتمهم. ايوه يعني الريتم اللي انت النقله الثانيه فوق قدام تحس ان الماتش يعني فلازم يبقى فيه سرعه احيانا هدوء شويه عشان تسيطر وتستحوذ. وزي ما علاء قال كده، انت من كره بس من رجل للرجل بشويه هدوء هتخش تجيب 3-4 تجوان، لان ديفنس الداخليه مساحات رهيبه ومتلخبط في كل حاجه بين الثلاثه اللي في القلب وعلى الطرف ناحيه سمير فكري وناحيه عبد العزيز السيد. فشويه هدوء النادي الاهلي يقدر يضيف اهداف كتيره. والشوط الاولاني
طبعا الاهلي يفوز فيه سهل، وكان ممكن يضيف كمان جونين ثلاثه. الجول يا كابتن عادل اللي جابته الداخليه صعب الامور شويه على النادي الاهلي ودخل الداخليه في جوه المباراه. هو مش صعب، هو 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 خلى الداخليه يبقى عندها امل وترجع معاك. هو كانت مستنيه بقى انت هتعمل معاها ايه. هي. يعني الكره الثانيه الاولى دخل الجون والثانيه دخل الجون ومبكره، لو كنت جبت الثالث كانوا هم هيستنوا بقى هيبيعوا الماتش ده، بمعنى انه خلاص هينسوه عشان يطلعوا باقل خسائر واقل مجهود. لكن دلوقتي خدوا امل شويه. علشان كده بقول لك يا كابتن ايمن، دائما النادي الاهلي لما بيجيب جون في الاول والجون الثاني تلاقي الفرقه اصلا خلاص ما بيبقاش عندها بلان ثاني خالص، بتشتغل اي حاجه. يعني انا بقول لك النهارده الفرص اللي جت في الشوط الاولاني، النتيجه الطبيعيه في الشوط الاولاني يطلع سته. مظبوط صح. فلما فرقه يدخل فيها ست جوان في شوط كتير كتير في كره القدم. أيوة. الحاجه الثانيه المهمه، انت شايف الملعب في مطه كبيره قوي من الفرقتين. المطه دي او حد بيبقى واقف على ال 18 والسيرد باك الثاني على ال 18، يعني معناها بتلعب لك في حوالي 70 متر. مظبوط. كره القدم في الوقت الحالي بتلعب في 30 متر. الفرقه اللي بتلعب في 40 متر بيبقى الملعب مفتوح. صحيح. اتفرج على الدوري الانجليزي بيتلعب في 30 متر، الدوري الاسباني ممكن اكتر 40 متر، لكن انت بتتكلم في الدوري المصري انت بتلعب في 70 80 متر. لما تلعب في 80 متر هيأثر على الجانب البدني الشوط الثاني بالذات. لا، وغير كمان الجانب البدني بيبقى صالح دايما اللي عنده مهاره. لان بيبقى فيه طالما في مساحات يبقى فيه انت تعدي واحد ضد واحد وتعرف تشتغل بسبورت على الثاني، ممكن دبل باس تروح زي الجون زي كريم. هو ليه كريم افضل واحد في النادي الاهلي؟ عشان عنده حته السرعات. ويمكن الكابتن اسامه بيتكلم ان المدرب رتمه عالي، رتمه عالي من وجهه نظري فكره واخدها عن الدوري المصري. انه بيلعبوك من اخر 30 يارده. فمش عاوزهم يتمركزوا في حته الدفاع. فعاوز يلعب بسرعه على قدام. بس هي الحته جبت جونين اهدى شويه وبعدين تعملها مره ثانيه. هي دي. طيب كابتن بلال، الشوط الثاني هيستمر نفس الريتم؟ هيستمر نفس السيناريو من الفرقتين ولا هتشوف تغييرات؟ لا، رتم الاداء ما اعتقدش انه هيستمر، لان خد بالك انت برضو عملت مجهود كبير جدا الشوط الاول. هو كمان الداخليه عمل مجهود برضو كبير الشوط الاول. هو ليه كابتن رضا فتح الماتش قوي كده من بدري كمان؟ هو اجبر. خد بالك انت سجلت هدف في الدقيقه تقريبا اربعه او في الدقيقه اثنين. اثنين؟ في الدقيقه اثنين. الدقيقه اثنين، فبالتالي خلاص ادي 1-0. الهدف اللي بعديه في الدقيقه تقريبا 8 او يعني واحد قريبين خمسه وشويه. خمسه واحد مش زي اثنين. يعني حتى لو جيب جول واحد في الدقيقه مثلا الثانيه التزم ما جازفش من بدري يا بلال. ده بجازف. هي المجازفه كانت غريبه جدا يعني. انت فاهم يعني ورا مساحات رهيبه. بعد تسجيل الهدف برضه خد بالك يا كابتن، يعني انا برضه دي فلسفه مدربين. يعني انا جه في جول تمام، ممكن انا كمدير فني اخد الفلسفه العب زي ما انا تمام، ادافع بشكل كويس واستنى العب. لكن وممكن مدير تاني مدير فني تاني يقول لك لا يعني خلاص انا الجيم اتفتح خلاص. أيوة. تمام. أيوة. والاهلي مش هيسكت. الاهلي كمان هيبتدي لا مش بس جبت جول، لا انا هبتدي اشتغل على الهدف التاني. الاهلي كمان فعلا ده اللي حصل. الريتم بتاع النادي اللي ما اتغيرش طول ال 45 دقيقه. كان سريع شويه. عايز تلعب بسرعه، مستعجل، يلا عايز تلعب هجمه مرتده، عايز يعني على طول عندك في سرعه في ده شيء جميل في كره القدم في اوقات كتيره جدا. بس ده محتاج من وجهه نظري الشخصيه، ده محتاج ان مش بس يبقى عندك طرف واحد سريع، لازم الطرفين يكونوا سرعه. برونو سافيو مع محمد مجدي مش ماتشنج قوي، يعني مفيش يعني الامور مش افضل حاجه. برونو سافيو نفس ستايل اللعب بتاع مجدي قفش، عايز يمسك الكوره ويبص ويلعب ويقف على الكوره ويطلع واحد، يعني مش اللعيب اللي تقدر تعتمد على السرعات بتاعته. كجناح هو هل هو الامكانيات موجوده بس مش عارف عشان بيلعب بقاله 3 4 ماتشات في القلب رقم 10 ولا هو ده الستايل بتاع اللعب بتاعه. تمام. انت لو هتشتغل بنفس السرعات دي فانت محتاج واحد اسرع من كده. محتاج عبد القادر مثلا بالسرعات بتاعته مكان برونو سافيو، وهو ممكن يلعب مكان مجدي قفشه او هو قفشه يلعب مثلا رقم 10. يبقى عندك اتزان للملعب في الناحيه الهجوميه بتاعتك في السرعات بتاعتك. يبقى عندك اثنين عندهم نفس طريقه، الاثنين عندك نفس السرعات، الاثنين بيروحوا يلعبوا على الجول. يعني احنا ما شفناش برونو سافيو راح بواحده على الجول. انت بتلعب وينج. يعني كريم فؤاد راح 3 4 مرات، برونو سافيو ولا مره. تمام. ليه؟ لان انت الحته دي بالظبط السرعات عند كريم موجوده مش موجوده عند برونو سافيو. ممكن لو عبد القادر نزل هيبقى عندك التزام في الحته دي،
تقدر تلعب على الوينجين بنفس طريقه اللعب، يعني تقدر تشتغل بنفس السرعات دي وتعتمد، لان هيبقى عندك اثنين سرعة. تمام. في القلب زي ما قلنا، انت عندك في القلب حمدي فتحي وعندك فخري. فخري يعني بعيد شوي، فمقلل لك حته الضغط بتاعت نص الملعب اللي كان بيعملها عمرو السوليه واللي كان بيعملها ديانج. عشان كده في بعض الاوقات حسينا نص الملعب مخطوف من النادي الاهلي، متاخد من النادي الاهلي. تمام. عشان يعني في لعيب رتمه عالي ولعيب رتمه اقل شويه، اقل لانه طبعا هما بيلعبش بقاله فتره طويله، فده وضع طبيعي في كره. لكن الشوط الثاني اعتقد الاهلي ممكن يروح انه يسجل هدف الثالث عشان المباراه بالنسبه له تهدى. رضا شحاته اعتقد انه هيكمل بنفس الاداء، يعني بالبلدي يا صابت يا اتنين اور، يعني فاهم قصدي؟ يا يسجل هدف التعادل يا خلاص الاهلي يكسب الماتش، وده وضع طبيعي يعني. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يسجل هدف ثالث من بدايه اللقاء عشان خاطر يستريح، عشان المدير الفني كمان يقدر يجرب بعض اللعيبه ويريح بعض اللعيبه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتاكيد الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.